بشكلين، جزء معنوي وجزء مادي. الجزء المادي ان هو شكل الشبكه نفسها، شكل الشبكه نفسها من شبكه كمبيوتر عن طريق ليه؟ لانها يعني خدنا دي عشان هي سهله الحركه في الاتجاه، عشان نعرف نوظفها في الجزء المعنوي. الجزء المعنوي عشان يحقق، عشان يحقق احتياجات المستخدم، احتياجات المستخدم. سواء عشان هنقسمه لثلاثه، هنقسم الكتله لثلاث اجزاء عشان تبقى سهله لاي حد، يعني اتجاه المستخدم يستخدمها بالشكل اللي هو عايزه. يعني بافيليون في الشكل الطبيعي ثلاث اجزاء متكونين في بعض. ممكن لو المستخدم عايز ينفرد بجزء لوحده عشان هو طالب، هياخد جزء ينفرد بيه ويقعد لوحده، ممكن يحركه ويكبره ويصغره في الاتجاه اللي جوه. يعني هو بيتحرك في الاتجاه ده والاتجاه ده، ولما الشبكه تكبر وتصغر وتتكل اضاءه وتضويه براحته على حسب الصغر وانها تصغر وتكبر. ونظام الانشاء اللي احنا عملنا، استغلنا الاطار في ان هو يبقى عمود